الحضور اللافت للرئيس الروسي في قمة مجموعة العشرين بهامبورغ يختصر أهمية موسكو الاستراتيجية. قبل انطلاق الجولة السابعة لمحادثات جنيف لحل الأزمة في سوريا، أثمر لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين عن مذكرة تفاهم لإقامة منطقة تخفيف التوتر في درعا والقنيطرة والسويداء، وأن وقف الأعمال القتالية في هذه المناطق يبدأ في 9 من شهر تموز الجاري. هذه الخطوة وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها نتيجة جيدة ومهمة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية حول سوريا، ما تمخض عن لقاء بوتين ترامب في هامبورغ من توافقات وصيغ للحل ستجد تفاعلاتها في اجتماع جنيف الذي يرتب على المعارضات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وهنا يتضح أن هذه المعارضات ستذهب إلى جنيف لترجمة الاتفاق والكف عن وضع عراقيل أمام المسار السياسي لحل الأزمة. وعلى ضوء هذه المعادلات، يرى مراقبون أن الجانب الروسي يرى في سوريا حليفاً أكسبه العودة إلى الساحة العالمية كقوة عظمى، وهو غير مستعد للتراجع عن دوره بعد هذه المرحلة.